السلام عليكم، معكم اسامه محمد. احنا اليوم في اليوم الثاني لمهرجان الحال، الدوره ديالو الثالثه اللي كتنظموا مجموعه عباد الرومان. وما شاء الله هاد الشباب مازال محافظين على التراث ومازال كيزيدوا الظاهره الديوانيه القدام، وهذا الشيء علاش هم كل سنه معاكم معاهم. يعني انا كذلك من محبي الظاهره مع العلم، يعني مغنيه يعني تحب الطرب الاصيل، ولكن كذلك نغني الظاهره الديوانيه يعني المشاعر او الديوان او المجلله. يعني الحمد لله لان هذا التراث ديالنا لازم نحافظوا عليه. شكرا جزيلا. غادي ندير واحد العمليه سحميده، غندير واحد القضيه زوينه. اخت فتيحه واحد الدقيقه اجاب، ما يمكنش هاد فتيحه القيدومه ديال بنات الغيوان كلمه بحق المحتفى به. واخا نتكلم بزاف ما نقدرش نعطي الحميده الحق ديالو، لان الا جيت نعطيه الحق ديالو غتخصنا جلسه طويله. السلام عليكم. اليوم كان عندنا تكريم ديال الاستاذ حميده البهيري، واحد من المؤسسين الاغنيه الديوانيه. انا ما غاديش نقول تكريم، ولكن غنقول لك عرس، عرس كبير اللي فرحنا فيه وشفنا فيه الحباب. وكنت كنتمنى ان هذه الانتفاضه تجي شحال هذه من رواد كبار ديال الاغنيه الديوانيه، وللاسف قاموا بها اشبال واحفاد الغيوان اللي كنشكرهم من هذا المنبر. احفاد الغيوان، وكنتمنى ان الظاهره الغيوانيه تمشي بهذا الشكل، وما تقتصرش على لا شبان صغار ولا كبار، بغيتها تمشي بشكل يعني بشكل دائم. وشكرا، شكرا. اليوم كنت في اوج سعادتي، وكنشكر احفاد الغيوان، وكنتمنى الاغنيه الغيوانيه الاستمراريه. وشكرا الأصوات، شكرا للأصوات بزاف بزاف بزاف. كنشكركم من هذا المنبر على هذه الالتفاته، وعلى وقتكم الوقت ديالكم اللي عطيتوه وكنتوا معنا اليوم حاضرين. واش من سباب عرشيني بيك تراك سقيني حليب، تراك سقيني حجاك يا مولاهي. راجل الحال اللي كتطلبوا احفاد الغيوان، فرحة شرف أنني نكون رئيس ديالها، أنني نكون مهرجان بيت الشعر والغيواني، وخاصة الشبابية. لأن باش عرفوا بأن بمامار في الظاهرة يعني رحمه الله، وحنا الغيرة اللي فينا على السيدي هو هادف وملتزم، حنا نحاول نشدوه لا موسيقيا ولا تنظيميا. وكيف شفتوا معنا في البرنامج أنه كان حكى الكاتب والصحفي العربي رياض المهتم بالظاهره الديوانيه، وخاصه تاليف دواوين مجموعه الجيران. وبالطبع اللي كنشكرهم بزاف السيد عبد الله الوكشيت الصحفي عن جريده رساله الامه، اللي فرح الناس اللي واقفين معنا. يعني في التكريم اللي هو احمد البهيري اللي من المؤسسين ديال مجموعه المشاهد، هو رئيس ديال مجموعه الديوان حاليا. وكنتمنى المزيد من العطاء للظاهره الديوانيه، يعني الناس اللي شادين كراسي الثقافه والفن ينتجوا الظاهره الديوانيه، نحميوها نزيدوا بها القدام. لانه من صوتنا لمراتنا، راه ملي كتقول ناس ديوان كتقول المغرب، ملي كتقول جلجلاله كتقول الوطن. وكنتمنى المزيد من العطاء، وشكرا مره اخرى. السلام عليكم. اولا شكرا لموقع اصوات على هذه الالتفاته، الله يجزيكم بخير، نشكركم ومرحبا بكم، حضرتم معنا في التكريم. نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله في مساركم الصحفي اللي هو صعيب وصعيب، حاله لا اكثر من الميدان الفناني. نعم اسيدي. البدايه ديالي نقول باختصار، البدايه ديالي انا بديت بكري، كنت مع مجموعة الثور الغرباء في مراكش، وبديت صغير وانتقلنا للدار البيضاء وتأسسنا من مجموعة المشاهد، احنا من المؤسسين الأولين. ومن بعد انفصلنا وتأسسنا مجموعة الجواد،
هذا المسار. من بعد مجموعة الجواد غادي نأسسو مجموعة بنات الغيوان، غتوقف بنات الغيوان واحد الوقت وغنمشي أنا كنشتغل في الأغنية الشعبية حمادة، وغادي ندير نأسس واحد الفرقة ديالي، فرقة شعبية، وكنبدا كنشوف دي سي دي ديالي وكنكتب ونلحن، ولكن داك الحنين ديال بنات الغيوان تيبقى ديما لاصق فيا، تنعاود نرجع تاني نعاود نجمع البنات نعاود ندير بنات الغيوان، لأن الغيوان هي باش بدينا وعندنا في دمنا ما نقدروش نستغناو عليها. شكرا سيدة الأصوات على هاد الالتفاتة مرة يا خويا من غادي بيا خويا.